السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ثلاث صور من القرآن الكريم تفرج الهموم فورا. ثلاث صور من صور القرآن الكريم تقضى بها الحاجات. ثلاث صور من صور القرآن الكريم تفرج بها الكربات. ثلاث صور من صور القرآن الكريم لا تخطئ من توجه إلى الله بيقين وثبات. خذ من القرآن ما شئت لما شئت، ولا شك أن الهموم تعكر صفو الحياة وتضيع لذة العيش وتذهب السعادة من حياة الإنسان. ولأنه لكل داء دواء، فإن في القرآن الكريم صورا ثلاثة إذا قرأت في هيئة معينة بطريقة معينة، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج همك ويزيح غمك ويحقق أملك، وهذا بيقين. هذا الكلام في البداية لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل شيء في الدين لابد وأن يرد عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهناك أشياء في الدين وردت عن الصحابة والتابعين، وهناك أشياء في الدين أخذت من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وهناك أشياء في الدين من مجربات العلماء والصالحين، وهناك أشياء في الدين أخذناها من العرف العام الذي نعيشه وتعلمناها من الواقع الذي نعيشه، وإلا فلماذا وجدت القضايا الفقهية المعاصرة؟ أقول هذا الكلام لمن في ديدنهم دوما وهل لذلك دليل من القرآن أو من السنة؟ أقول لك أما الدليل من القرآن فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن فيه تفريج للهموم، والله قال في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن هنا بمعنى بعض. وأما الدليل من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصص سورة الفاتحة أنها الراقية الشافية، وجعل سورة البقرة هي التي لا يدخل الشيطان بيتا يقرأ فيها. وحتى لا أطيل على حضراتكم، فإن الصور الثلاثة هي بعد أن تصلوا على سيد الأولين والآخرين: الصورة الأولى والشمس وضحاها، والصورة الثانية والليل إذا يغشى، والصورة الثالثة والتين والزيتون وطور سينين. هذه الصور الثلاثة إذا أنت صليت لله ركعتين بنية قضاء الحاجة، لا سيما في ثلث الليل الأخير، وللعلم فإن ثلث الليل الأخير ليس كما هو يعتاد بعض الناس أنه في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة، لا، بل إن الليل يحسب منذ صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، ثم تقسم هذا الزمن على ثلاثة ليخرج لك موعد الثلث الأخير، وربما يكون في الحادية عشرة أو في الثانية عشر بعد ما تصلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضرتك هتصلي ركعتين قضاء حاجة لله سبحانه وتعالى بعد أن تتطهر، وبعدين تتوب إلى الله، وبعدين تقرأ سورة والشمس وضحاها سبع مرات، وسورة والليل إذا يغشى سبع مرات، وبعدين والتين والزيتون سبع مرات، كل سورة كاملة، ثم تلتجئ إلى الله بالصلاة على سيدنا النبي، ثم تقول: اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا من أمري، وتسمي الأمر الذي أنت تريد قضاءه أو تريد تفريجه أو تريد أن تخرج منه. هذا الأمر إن فعلته سبع ليال فثق بأن الله سبحانه وتعالى سيحقق أملك وسيقضي حاجتك. ولكن قبل الختام، إياك والتجربة مع الله سبحانه وتعالى، فالله لا يجرب معه، وإياك وأن تأخذ الأمر على أنه مجرد فعل، إن أصاب أصاب وإن أخطأ فلا حرج، ولكن خذ الأمر بثبات ويقين، ثقة في الله سبحانه وتعالى، ثم ثقة في من سبقنا من العلماء والصالحين الذين قالوا لنا هذا الكلام،
وهم لا ينطقون بأي كلام، وإنما يتحرجون فيما يقولون، ولذا لا ينطقون إلا بما رأوه وجربوه وقالوه، ليس من باب المباهاة ولا المفاخرة، وإنما من باب نشر الفضل والخير بين الناس وعدم كتم العلم. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم، أن يفرج همومنا وهمومكم، أن يزيح غمومنا وغمومكم، وأن يحقق أملنا وأملكم، وأن يفرح قلوبنا وقلوبكم، إنه ولي ذلك ومولاه.